السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم في المواليد، وهو مرض الإسهال. الإسهال في مواليد الأغنام، بالذات في المواليد حديثة الولادة اللي هي عمر شهر أو شهر ونص وأقل. طبعا لازم تعرف ان اي واحد عنده قطيع امهات سواء معز سواء اغنام، الثمرة بتاعته، الانتاج بتاعه، الارباح بتاعته متوقفة على المواليد. فاذا كان المواليد بيحصل فيها اسهالات، بتحصل فيها وفيات، بيحصل فيها مشاكل بتأثر على النمو، بيبقى كده المشروع بتاعك الانتظار 7 شهور ولا 6 شهور، فترة التلقيح وفترة الولادة بتروح هباء منصورة اذا المولود بتاعك راح بسبب الاسهال. فلازم تسمع الفيديو ده كويس عشان تعرف ازاي تحافظ على المولود بتاعك من انه يصيبه اسهال، وازاي تتعامل معاه لو صابه اسهال. هتتعامل معاه ازاي لو حصل له اسهال؟ هنقول لك على الادوية والعلاجات كلها عملية. طبعا انا عارف ان اغلب المتابعين عندي متابعين في القناة بينتظروا الفيديوهات العملية، بس للأسف حاليا زي ما قلت لكم ما عنديش غنم. ان شاء الله في مفاجآت ان شاء الله بإذن الله قريب، كلها مع بعضنا على القناة تبقى فيديوهات عملية كلها بإذن الله من واقع المزرعة، كله مباشر وعلني بالصوت والصورة. ربنا ييسر الحال بس إن شاء الله. المهم أول حاجة الإسهال بيتصاب به إزاي؟ الإسهال عندي اللي بيحصل، طبعا أرجع بعيد مليون مرة أنا مش دكتور بيطري، بس بقول لك من الواقع اللي أنا عشته من تجربتي في تربية الأغنام. الإسهال بيجي إما إن المولود بيتعرض لبرد، واما انه بيدخلوا الميكروب عن طريق الفم. بتعرض لبرد، معنى كده ان انت لازم تحافظ على المولود. طبعا البرد الميكروب عموما، اغلب الميكروبات على فكرة عايشة في جسمنا، في جسم الانسان والحيوان بصورة طبيعية. هضرب لك مثال زي ميكروب الالتهاب الرئوي. ميكروب الالتهاب الرئوي ده عايش في الجسم طبيعي بحالة طبيعية في مجرى الهواء، بس بمجرد ما يحصل اي ظروف خارجية سواء بالنسبة للانسان او حيوان، دي معلومات عامة، الانسان او حيوان يحصل له اي ظروف خارجية، اي امراض تأثر على المناعة، تأثر على المناعة بتاعته سواء بمرض سواء بظروف خارجية اثرت على المناعة، برد جديد، حر جديد، سوء تغذية، حصل المناعة ضعفت، بالتالي بينشط الميكروب، بينتهز الفرصة وينشط الميكروب ويسبب التهاب الرئوي. كذلك في بعض الامراض كثيرة بنفس الطريقة كده، من ضمنها الميكروبات المعوية، نفس النظام، بتنتهز الفرصة، بتنشط وتبدأ تسبب المشاكل المعوية، من أهمها طبعا الإسهال والنزلات المعوية عموما. فإحنا المولود لسه ضعيف، اتعرض لموجة برد جديدة، اتصاب بالإسهال. دي رقم واحد. رقم اتنين، المولود دخله الميكروب عن طريق الفم. ازاي بيدخله عن طريق الفم؟ دي اللي حصلت معايا شخصيا. يعني كانت الفترة طبعا في اسكندرية زي ما انت شايف، انا لسه كانت بتشتي من بدري، لسه مبطلة شتا والشمس طلعت. الشتا ساعات عندنا بيقعد يومين ثلاثة تشتي، تيجي نوا بتقعد يومين ثلاثة تشتي، ما بتقدرش تطلع الغنم بره نهائي، بتفضل مكان مغلق. زائد الغنم بتتبول كتير، بتتبل الفرشة تحتهم، في فرشة تحتهم كتير بس بتتبل، بتحتاج شغل ياما. فأنا الصراحة تكسلت ما نضفتش الفرشة، وكان موسم الولادة عندي في الماعز، وانا عامل فيديوهات كتير عن الاسهال، ارجع للقناة وبالصوت والصورة وموريك المواليد ازاي كانت عندها اسهال وشكلها ازاي. مواليد حديث كانت ماعز كلها. كان اللي بيحصل بينتقل الميكروب ازاي؟ عن طريق الام. الام طبعا الضرة من تحت، الضرع من تحت. اول ما بتقعد الام على الارضية، الارضية مبللة بالروس وبالفضلات وبالميكروبات، وبمجرد ما بتقوم مكان الحلمة بيكون متسخ تماما من الارضية، وهو جعان بيخش يرضع، بيرضع على طول، بيحط الحلمة داخل الفم وبيرضع، بينتقلوا الميكروب عن طريق حلمة الأم. ده من الواقع العمل اللي أنا لمسته، بالذات بالأخص لو في أي جدي أو أي غنم عندك، لو واحدة فيها عندها إسهال، لو واحدة عندها إسهال اعرف إن أغلب القطيع عندك طالما المكان مغلق والأرضية غير جافة. دي بقول لك حاجات عملية حصلت عندي في المزرعة. لو طالما في واحد على الاقل اصيب بالاسهال، والغنم عندك في مكان مغلق والارضيه مبلوله مبلله، يعني الضرع هينتقل له الميكروب اثناء نوم الام او ما بتقعد الام، يبقى اعرف ان اغلب الخلفه عندك هيجيها اسهال. وده اللي كان بيحصل عندي فعلا. ده يتعالج، التاني يمرض، ده يتعالج، التاني يمرض، ده يتعالج، التاني يمرض،
حوالي 10 ما لا يقل عن 10 في نفس الاسبوع. ده يخف ده يجي له اسهال، ده يخف ده يجي له اسهال، وهكذا سلسله. ده بيسلم لده. فلازم تعرف الاسباب وتحاول قدر المستطاع تلغيها. يعني لازم تحافظ على دفء المواليد، المواليد تكون دافيه، المكان دافي. رقم 2 الارضيه تحافظ على جفاف الارضيه تحت الامهات، سواء الصغار سواء الامهات، تحت الاغنام عموما تحافظ على جفاف الارض تحتهم. طبعا جفاف الارض في حاله الزريبه المغلقه، طبعا الناس بترعى شايف الارض دي طينه ميه عادي ممكن تفضل فيها واقفه الغنم، بس الشمس بتطهرها وما فيش اي مشكله، ما بيصابوش باسهال يعني، تبقى قاعده على طينه وقاعده على راس، بس الشمس بتطهر المكان. انا بتكلم داخل الزريبه المغلقه، داخل المزرعه المغلقه، حافظ لازم تحافظ على جفاف الارضيه، تدفئه المواليد، الحفاظ على جفاف الارضيه تحتها. انا اللي كان حصل عندي كان حصل الاثنين، موسم ساقعه كان الجو تلج، ثلاث ايام الشمس ما طلعتش فيهم خالص، والشتاء وساقعه وهواء، رغم ان المكان كان مغلق بالكامل، بس برضك الجو نفسه لازم محتاج شمس عشان يدفى. وكان عندي الفرشه مبلوله، كان سبب لي اسهال بكميات كبيره، وفي مواليد في واحد تقريبا او اثنين ماتوا بسبب الاسهال اللي سال مسك فيهم. طيب احنا دلوقتي عملت الظروف ديت، جاني اسهال باي طريقه كانت، انا محافظ على التدفئه ومحافظ على جفاف المواليد، دخلت الميكروب باي طريقه كانت، المهم حصل له اسهال. هنعالجه ازاي؟ عشان تعالج طبعا في من ضمن الاسباب، صحيح معلش الفيديو ممكن يطول شويه بس مهم، الاسباب طبعا الدارجه الناس بتقولها، وانا عارف ان الناس كده هتعلق عليها هتكتبها، ان يقول لك الرضاعه الزياده بتسبب الاسهال للمولود. ده انا واقع من واقع العملي ما لمستوش نهائي، ما حصلتش معايا نهائي نهائي. المواليد كلها اللي كانت بتصب الاسهال عندي كانت ضرع الام جاف، يعني اللبن على قد المواليد فقط لا غير، مفيش زياده مفيش زياده، وكانوا توائم كمان، كانوا توائم يعني ما كانش حد بيرضع اكتر، يعني كل واحد بيرضع جنب واحد فقط لا غير، مش هقول بيرضع الاثنين، وكان اللبن يا دوب على قد المواليد، ما كانش فيه زياده، ما كانش حاجه فيها اللبن زياده. ولكن الناس اللي بتقول الرضاعه الزياده هي السبب في الاسهال، بيرضع لبن زياده عن اللزوم، يخف عنده الرضاعه وهيبطل اسهال. احب اقول لك المعلومه دي غلط 100%. ده المعلومه دي منتشره كتير عند العرب بالذات، انا بقول لك المعلومه دي غلط 100% من الواقع اللي انا لمسته في تربيه الامهات. كانت عندي نعجه ضرتها تبارك الله الله اكبر، ومحتفظ بصورتها لغايه دلوقتي ومنزلها كذا مره، نعجه جابت توأم في 100 يوم، الاثنين وزنهم 60 كيلو، وجايبه ذكر وانتهى، وكانت ضرتها تبارك الله بتلمس الارض، نعجه برقي معروف ضرتها الصغيره، كانت ضرتها ما شاء الله الضرع هيلمس الارض من كبره. اللي يشوفها كان يقول عليها مريضه تعبانه الضرع ملتهب، لا كان لبن تبارك الله. عمري ما حلبتها وعمر ما المواليد بتاعتها عيالها جالهم اسهال. دي رقم واحد. رقم اتنين كان معايا برضك ماعز، وكان وراهم جديان، جديان الله اكبر، جديان برقي معدل تحويل نمره واحد، كان الجدي ثلاث شهور، في ثلاث شهور 90 يوم ما شاء الله وزنه 20 كيلو، عمر 90 يوم وزنه 20 كيلو على الميزان، ودبحته يعني ثلاث شهور واندبح، واحد خده يدبحه يتغدى بيه ثلاث شهور، يعني ما كانوا عاملين زي نقولوا زردة كده في ليبيا، ورحلة مع بعضهم كده وليمة، خدوه اتغدوا بيه مجموعة شباب. فالجدي كان عنده ثلاث شهور وزنه على الميزان 20 كيلو، وكانت أمه فيها لبن تبارك الله، عمري ما منعت عنه اللبن، بسيبه يرضع لغاية ما يشبع. كان في بعض الأوقات بلاقي فيه لبن زيادة، الاقي رضع جنب واحد وسايب الجنب التاني، كنت بحلبه، بحلب منها ربع كيلو نص كيلو لبن، لما الاقي اللبن اتكوم خلاص هو مش قادر يلايم على الام، الام بتنتج لبن ما شاء الله كتير، وهو بيرضع لحد الشبع على طول، عمري ما منعته عن امه، وعمره ما جاله اسهال، الثلاث شهور عمره ما جاله اسهال، من يوم ما اتولد لغايه ما اتباع ما جالوش اسهال. فانا عن تجربه عمره ما في حاجه عندي جت لها اسهال من كتر اللبن. امتى الاسهال يحصل من كتر اللبن؟ عشان تبقى عندك العلم. اسهال اللبن اسهال جامد زي اسهال العلف، بالعكس ممكن يكون اشد. اللبن بيلكم امتى؟ لما تكون مثلا جدي او خروف صغير وامه ما فيهاش لبن، وهو كبير وعاوز لبن مش لاقي، كل شويه ينزل تحت امه يرضع يمصمص فيها ما فيش، يكون بيرضع من اي حاجه وتمسك له معزه او نعجه تاني فيها لبن كتير مره واحده،
يروح هو مش ملاقي ربع كيلو لبن في اليوم وتروح انت تمسك له معزه فيها نص كيلو لبن يرضعهم في وجبه واحده، وطول اليوم ما بيرضعش ربع كيلو، تروح انت تمسك له معزه فيها نص كيلو لبن ترضعها له مره واحده، اللكمه دي ممكن بتموته اخر النهار، ممكن يموت منها، ده يعتبر لكمه لبن، ده الجعان ومش لاقي وتفتح له مره واحده. انا بتكلم على الام مولوده ومعاها ابنها على طول مطلوق معاها، بس ما بحجزوش وبطلقه، ما انا بحجزش اللي يجوع يجوع جوع واخليها فيها لبن زياده واروح اطلقه عليها، لا، الابن مع الام باستمرار مفيش لبن زياده يحصل لك. طب هيقول لك ما هو لما بيجي له اسهال انا بركنه بيوقف الاسهال، بنشيل بالدليل، يقول لك الدليل ان بسبب اللبن ان انا شلته عزلته جاله وقف الاسهال. احب اقول لك الاسهال المشكله الاساسيه فيه هو ما بيعملش وجع، الاسهال اللي هو ميكروب نزله معويه خفيفه، مش نزله معويه، حد حصل التهابات وحصل مضاعفات في بدايه الاسهال بتبقى خفيفه، ما فيش اي اعراض بتظهر على نشاط الجدي او المعزه، ما فيش نشاط، ما فيش اي الجدي او الخروف، ما فيش اي اعراض باينة على نشاطه، نشاطه كويس وبيرضع كويس، شهيته مفتوحه في نزلات المعويه في بدايتها، لما بتطول زياده عن اللزوم المشكله في ايه بقى؟ الخطوره في الاسهال ايه؟ الخطوره في الاسهال الجفاف، الجفاف رقم واحد في الاسهال سواء للصغار سواء للكبار، يعني عنده ميكروب بيسبب له اسهال وبسبب بيموت بسبب الاسهال بسبب الجفاف، اغلب بيموت بسبب الاسهال بيموت بسبب الجفاف، بيقع بسبب الجفاف، الجسم ما بيمتصش الاملاح والفيتامينات فبالتالي بتنزل في الفضلات ما بيلحقش تتصالح معاه بيحصل له جفاف. عشان كده اي اسهال لازم يتاخد معاه محلول، طالما في اسهال لازم محلول جفاف، هنتكلم عنه في العلاج دلوقتي في الاخر الفيديو. فقلنا انت دلوقتي هو جاله ميكروب في المعده وبيقول لك ان لما بفصل عنه اللبن الام بينشا بيمسك الاسهال، هقول لك السبب. انت دلوقتي عندك اسهال، او بمعنى اصح شوف المثال على نفسك انت، لما الواحد ياكل كتير في اليوم، اكل فطر اكله دسمه كويسه واتغدى وجبه كويسه واتعشى وجبه كويسه، بيلاقي نفسه بيدخل الحمام على طول، المعده مليانه على طول، بتفضي على طول. يا بال انت لو عندك اسهال، ما بالك انت لو عندك اسهال وبتاكل اكل كتير، كل ما تاكل هتدخل في الحمام ممكن اربع خمس مرات، هتلاقي نفسك بتسهل على طول كتير. ايه الحل؟ بتقطع الاكل، بتوقف الاكل. طبيعي المعده لما بتفضى حركه الامعاء بتقل، طبيعي المعده لما تفضى حركه الامعاء بتقل، المعده الامعاء هتتحرك ليه؟ عشان تفضي، طالما الكرشه فاضيه، الكرش فاضي يبقى المعدة هتتحرك ليه وتنزل الفضلات؟ الأمعاء بتتحرك كل ما الكرش اتملأ كل ما الأمعاء تتحرك أكتر، بتنزل خلاص عاوزة تنزل جديد من الكرش، فبالتالي أنت لما بتقف عند رضاعة حركة الأمعاء بتقل. أغلب أدوية الإسهال، أغلب أدوية الإسهال بتتوقف فكرة عملها على إنها بتوقف، بتهدي من حركة الأمعاء، بتهدي من حركة الأمعاء عشان الجسم يلحق يمتص الفيتامينات والأملاح اللي في العلف، اللي في الاكل عموما يعني، فبالتالي بتساعد على امتصاص، بيحافظ على نشاطه ومناعه الجسم، بتقاوم المرض مع الوقت وبيخف ان شاء الله. دي حاله، دي النقطه اللي حبيت اوضحها من ناحيه الناس اللي بتقول كتر اللبن بيسبب الاسهال، مش هو السبب، انما هو مولود بيرضع لبن كتير واصيب بالاسهال، فعلاجه اقطع عنه اللبن شويه بحيث يلحق الجسم يمتص وحركه الامعاء تقل شويه لغايه ما يتم الشفاء بتاعه ويتعالج من الاسهال. انما حكايه ان هو بيجي له اسهال منه سبب، لا مش هو ده السبب. العلاج طبعا في ادويه كتير، ادويه كتير بالنسبه في مصر هنا اسامي تجاريه، للاسف انا ما اعرفش الماده الفعاله بتاعتها بالظبط. في ادويه في الصيدلات البشري زي الانتينال شرب، بتدوى ضد الاسهال للاطفال، ممكن الصغير ده لو عمره شهر ممكن تديله 10 سم 15 سم في اليوم، يوم يومين ما جابش نتيجه لازم تغيره تشوف غيره. في برشام الاموكسي، في منه 500 وفي منه 1000، 500 مللي جرام اموكسيسيلين، اموكسيسيلين ده في اي مكان في العالم، برشام اموكسيسيلين ده كويس للاسهالات، ممكن تطحن برشامه للصغير ده اللي هي البرشامه 500 مش 1000، تطحن له برشامه وتدوبها له في شط ماء وتشربها له في الفم يوم والتاني، يعني ممكن تدي حبه النهارده وحبه بكره ما جابش نتيجه لازم تغيره، لان الاسباب الميكروبات كتير. انت عاوز تعرف زي ما قلنا كل مره وعودناكم العلاج، عاوز تعرف الدواء المضاد الحيوي اللي يجيب نتيجه على طول لازم تروح المعمل وتعمل اختبار حساسيه. احنا ما فيش اختبارات حساسيه وما فيش الكلام ده.
فمعاك الانتينال، معاك البرشام الاموكسي، في حاجة تانية اسمها كابكت، ده دواء بشري شربه برضك للإسهال ونزلات المعوية، ممكن تديله 10 سنتي 15 سنتي برضك كل يوم يومين، ما جابش نتيجة يبقى لازم تغير المضاد الحيوي. العلاج في حقن زي سوفيتاكس، وفي الجنتامايسين. السوفيتاكس ممكن ده ياخد 500، لو هي الحقنة 500 ممكن تقسمها له على يومين. الحقنة في سوفيتاكس بشري حقنة 500 تقسمها له على يومين، اللي هو الصغير ده اللي هو عمره شهر، نصها النهارده ونصها بكره، بيتاخد عضل. في حاجه اسمها دواء دواء بيطري اسمه بنستريب، عباره عن بنسلين مع ستريبتومايسين، بنسلين مع ستريبتومايسين. ده حق الصغير ده ممكن ياخد 2 سنتي عضل يومين او 3 ايام. دي اكتر الادويه المشهوره. في السلفات عموما اللي هي السلفة ديميدين، سلفة كينوكزالين، السلفة باستخدام السلفة، في منها بودرة وفي منها حق. في سلفة ديميدين حق، الصغير ده ممكن ياخد 3 سنتي تقريبا، 3 سنتي سلفة ديميدين او 4 سنتي كمان، لان الجرعة بيبقى سنتي تقريبا لكل 600، يعني نص سنتي لكل كيلو تقريبا الجرعة، يعني لو هو ممكن ياخد 5 سنتي 10 كيلو ممكن ياخد 4 سنتي 5 سنتي في السلفة يومين او 3 ايام. في ادويه كتير طبعا، كل دي ادويه تشتغل على الاسهال، فانت لازم تجرب وتشوف اللي بيشتغل عندك. انا لنفس القطيع كانت الانتينال يجيب نتيجه مع واحد مولود، اجربه مع مولود تاني ما يجيبش نتيجه، اغير على على البرشام الاموكسي يجيب نتيجه مع التاني، وهكذا. ففي دواء يجيب نتيجه وفي دواء ما يجيبش نتيجه مع نفس الحاله، بس خروف تاني، خروف ده خروف عن خروف، خروف يستجيب للمضاد ده وخروف ما يستجيبش للمضاد التاني. فدي تطبق كده ان شاء الله، يعني اهم الجوانب في الاسهالات عند البورد. معلش الفيديو طول شويه، بس معلش حاولت اختصر قدر المستطاع، بس والله عاوز اوصل المعلومه على قد ما نقدر، توصلك المعلومه كامله ان شاء الله. في النهايه طبعا ما تنساش الاشتراك في الفيديو، الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.